وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد بسام الشويخ، أخصائي موارد بحرية. أول أهلا بك سيد بسام، وبداية ما أهمية هذا المشروع خاصة لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي؟ يا هلا أختي، هاي المشروع الله يسلمك يعتبر فريد من نوعه في المنطقة لتدريب الكفاءات المحلية وجعلهم هم الأساس في إدارة وتطوير وتنمية برامج الاستزراع الوطنية. نعم. طبعا هذه الاستراتيجية اللي وضعتها الوزارة حق تطوير هذا القطاع ستؤتي ثمارها إن شاء الله في القريب العاجل، أولا بإنتاج المزيد من الأصبعيات السمكية وتربية الأسماك وزيادة الرقعة الجغرافية المستخدمة حق الاستزراع السمكي. نعم سيد بسام، ما هي العوائد المادية المتوقعة من هذا المشروع ونسبة تلبية احتياجات السوق المحلي منها؟ طبعا العديد من دول العالم المتطورة وصلت إلى 50% من استهلاك الأسماك عبر الاستزراع السمكي. احنا إن شاء الله في البداية كمرحلة أولى تطمح مملكة البحرين أنها تنتج 20% من الانتاج السمكي الوطني بشكل عام. نعم. يعني بحيث أن احنا نوصل خلال 5 سنوات الجاية إلى إنتاج 1500 طن من مختلف الأنواع المحلية مثل الهامور، الصافي، السبيطي وغيرها من الأنواع اللي قاعد تجري عليها التجارب الحالية، وإن شاء الله يتم إكثارها بشكل تجاري في المستقبل القريب. نعم، كل التوفيق لكم السيد بسام الشويخ، أخصائي موارد بحرية أول، شكرا جزيلا لك.